وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الدكتور محمد الشرع أخصائي الجراحة. تحياتي لك دكتور محمد، وفي البداية كيف ترى الجهود الدولية لمواجهة المتحور أوميكرون الجديد؟ أولا مساء الخير لك المشاهدين وحياكم على الاستضافة. ربما تعددت الخطط الدولية باتجاه مقاومة كورونا بشكل عام وكورونا بشكل خاص، ولكن كلها تصب ضمن نفس الإجراءات تقريبا، بين إغلاقات هنا وهناك وبين التشديد على إعطاء المطعوم وفرض قواعد السلامة العامة من ناحية التباعد ومن ناحية أخذ المطعوم. لكن الفكرة أن هناك التزام الشعبي، وليس هو القيود، هو الالتزام بالقيود الذي يهمنا أكثر من فرض القيود نفسها. ربما نشاهد حالة ملل يعني عالميا من القيود، كونها أصبحت هذه القيود أسلوب حياة. ربما قبلها الناس والشعوب في البداية على أنها تكون مرحلة مؤقتة، لكن بعد سنتين وأكثر من كورونا وأنها أصبحت أسلوب حياة هذه القيود، هو ما يأتي من الرفض والملل وعدم الالتزام، وهذا ما نخاف منه حاليا. دكتور محمد، إيطاليا ألزمت مواطنيها فوق سن 50 عاما بالتطعيم ضد كورونا، بينما السلطات الصحية الأمريكية أوصت بالجرعة التنشيطية للأطفال بين سن 12 عاما و 15 عاما. ما رأيك في هذه الإجراءات لتنشيط المناعة لدى المواطنين؟ نعم، ربما يختلف هنا التحليل فوق 50 عاما، لأنه هناك خطورة عليهم كأشخاص فوق سن 50 بالإصابة بالمرض وبالتالي قد يؤدي بحياتهم. بينما بالنسبة للأشخاص المدون 12 عام هم ليس للخطورة على حياتهم، بل لأنهم يشكلون خطر على غيرهم كونهم ناقلين للمرض ومتجولين وسريعين الحركة، وبالتالي يمكن أن ينقل المرض لشخص آخر قد يؤدي بحياته ويسبب له موارد صحية. وبالتالي هنا كلها تأتي باتجاه واحد، وهي مقاومة هذا الفيروس. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد الشرع أخصائي الجراحة من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك.